دون ما يحترموا دفتر شروط التحملات اللي خصهم مفروض عليهم انه يجاو المناطق ديالنا يعاونونا. كاين مشكل اخر كيعانيو منه الجماعات، وانه عندنا مناطق صناعيه مع كامل الاسف اللي عندها تواجد ديال 25 سنه و20 سنه و15 سنه، وهاد الناس كيشتغلوا وكيشتغلوا بطرق يعني شروط اوروبيه وشروط اللي كتناسب لي نورم اوروبيان. وحنا اليوم اللي عندنا هو انه كيشغلوا يد العامله، ولكن عندنا معاهم مشكل هو انه ما عندهمش رخص، حنا ما معترفينش بهم كجماعات محليه، فبالتالي هما المراكز الاساسيه الاجتماعيه ديالهم كاينه في الدار البيضاء، والجماعات ديالنا يلاه كتستافد من التلوث ديالهم وما كتستافدش من لاباتون ديالهم. وهذا شيء هاد الناس خصنا نسويو لهم وضعيتهم، نسويو لهم وضعيتهم القانونيه، لان هو متواجد تيبيع ويشري، دايره شي في دافير، نجلسو نتفاوضوا مع هاد الناس. كاين مصانع مهمه على مستوى الجماعات بسته، نتفاوضوا مع هاد الناس ونشوفوا شنو اللي خصهم يزيدوا وينقصوا ويصوبوا المصانع وياخذوا الرخص. غادي نبداو ندخلوا، كاين الجماعه اللي دخلت 20 مليار في العام، كاين الجماعه اللي تدخل 5 مليار في لاباتون. هادشي ماشي سهل، خفيف في اللسان ثقيل في الميزان. غادي يمكننا نجهزوا الطرق، نجهزوا الاناره العموميه، نجهزوا واحد العدد ديال الامور. كيف كنا نمشيو ناخذوا صندوق التجهيز الجماعي ملي كيولي عندي مداخل، وزارة الداخلية عندها صندوق التجهيز الجماعي، من غدا يعطيك الفلوس وغادي تبدا ترد له. يعني كاين واحد العدد ديال الوسائل اللي يمكن الانسان هذا خصنا. علاش عباد الله عندنا شركات كبيرة كتروج، كاين اللي كتروج حتى 30 40 50 مليون ديال الدرهم في الشهر، علاش هاد الناس يبقى لاباتون ديالهم كيستافد منها مناطق أخرى، وحنا هنا اللي واكلين العصا كجماعات، لا من حيث التجهيز، لا من حيث الإنارة، لا من حيث الماء الصالح للشرب مع السكان. كذلك هذه المشاكل، هذا المشاكل اللي كان كاين واحد العدد ديال المشاكل داخل الاستفادة. الآن واحد العدد ديال المواطنين وزعنا عليهم مثلا في بعض المناطق منهم جماعة الشلالات، توزعوا عليهم واحد العدد ديال البقع، ولكن الآن ولا واحد البطء، ولا واحد البطء في البناء، لأنه الله يكون في العون. الناس كيفاش كيديروا؟ هو أنه كيكونوا جوج مستافدين وكيعيطوا على واحد الثالث اللي كيشرك معاهم وكيبني لهم. العرض أصبح أكثر من الطلب، فزائد سنة جافة والاقتصاد على قد الحال، زائد الصيف، زائد شهر رمضان، زائد العيد، زائد الدخول المدرسي، كل هذه العوامل كتدخل في العمليه الاقتصاديه وفي التقشف شويه، يجعل انه نعرفوا واحد البطء شيئا ما في هذا الاستثمار، وفي هذوك الناس اللي كيساعدوا دوك المواطنين كيستافدوا حتى هما بطبيعه الحال من الشقه، ولكن كيساعدوا هذوك الناس باش يبنيو. هادشي كذلك كيخصو حلول، وكيخص التسويه العاجله لهاد الناس اللي باقيين ما استافدوش او في طور باش يستافدوا، واللي عندهم حق باش يستافدوا. وكيخص الاداره، وحنا كنتمناو وانا اتكلم كذلك على الاخوان ما يسمى 2011 داخل منطقه الشلالات، وهاد الناس مجوجين بوليداتهم، كاين اللي كيشتغل، كاين هذا، وطلب غير السكن، راه ما طلبش شي حاجه كثير، هذا حق دستوري، الماء والضوء والسكن والتمدروس هذا حق دستوري. ولهذا حنا كنتمناو حقيقه، كاين مشاكل صحيح، كاين اكراهات حنا كنعرفوها، وكاين واحد العدد المشاكل، شركه العمران كدير جهدها، شركه الادماج كدير جهدها، الاداره دايره جهدها، ولكن حنا كنتمناو عاوتاني وكنتوسلوا لهم في بنيابه على هاد الاخوان اننا راه لابد نلقاو لهم شي حل. هذا راه ما طلبش شي حاجه، هذا مجوج خدام، ابغى قبر الدنيا كيقلب عليه،
لانه بغى يطمئن على وليداته غدا الا مات ولا دا يقول خليت وليداتي ساكنين. هذا راه شيء مهم جدا، وهذا انا كنعتبره مواطن صالح اللي كيفكر بهذا التفكير ومنهم واحد العدد هكا. وانا كنقول لهم من هذا المنبر يصبروا ويبقاو صامدين، وراه ربي غادي يعاونهم غير في النظام ماشي في الفوضى ماشي في الاحتجاجات الخاويه. ما يتصنتوش لذوك الناس اللي كيكذبوا عليهم وبداو يعمروهم ويبداو يقول لهم ديروا هذه وديروا فوضى وديروا اضراب ديروا، راه داكشي ماشي، راه الحوار، الحوار والحوار البناء هو اللي غادي يوصلنا لواحد النتيجه في هذا الشيء. حتى الاداره راه ما كرهاتش تسوي هذه الوضعيه بعصا موسى، ولكن الله يكون في العون. هذا الشيء راه ماشي سهل باش تجهز ارض وتوزعها وتفرقها وتعطيها اللي كيستحقها واللي ما كيستحقهاش الى اخره. هذه هي المشاكل التي يعاني منها المناطق اللي تدور بمدينة المحمدية. مدينة المحمدية تعاني بالدرجة الأولى من التلوث، من التلوث ديال شركة الأسامير، من تلوث ديال المنطقة الحرارية، من تلوث شركة الأسنيب إلى آخره. حنا راه كلكم أنتم ولاد المحمدية أعتقد، والناس اللي هنا كلهم كيعرفوا ذاك الفحم الحجري اللي ولا داخل الديور، رغم الشكايات رغم الاجتماعات رغم الاحتجاجات على شركة مكتب الوطني للكهرباء، لا حياة لمن تنادي، ولا زال هذاك الفحم الحجري. والناس راه ولات في عين حرودة وفي بعض المناطق المحمدية كلها بالرابوس، واللي بغى يشوف هذا الشيء يطلع على السطح ديال دارو ويبدا يشطب في الغبرة ديال الحجر ديال الفخر اللي كيتصر مع كامل الأسف. مع العلم أن شركة الأسامير ومشاكلها حتى واحد ما تيتكلم عليها، حتى واحد ما كيتكلم عليها، وكاي هي واقفة ساكتة راها داخلة للتسوية أو التصفية القضائية، حتى واحد ما عارف المصير ديالها شنو غادي يكون. حنا مدينة المحمدية من الستينات وهي واخدة حقها في التلوث، جا قيل الله نعم عليها هاد الشركة نطلبوا الله انه تمشي في حالها. كاين واحد الرصيد عقاري مهم جدا اللي كيناهز تقريبا 1100 ولا 1200 هكتار، وكيمكننا هاد المنطقة تولي جنة وتولي مساحة سياحية، منطقة سياحية بالدرجة الأولى، ويمكن لها تأوي في إطار السياسة ديال تشجيع السياحة في المغرب. كيمكن لها عندها لأنه عندها 24 كيلومتر ديال البحر، راها ماشي سهلة باش الإنسان يستثمرها إلى جاب الله. وهاد المصنع ديال التكرير كان أحسن أنه ينقسم إلى قسمين، مصنع راه عندنا في سيدي قاسم واحد، ويمكننا نديرو واحد في الجنوب في الصويرة ولا في شي جهة اللي يمكن له يستقبل هاد المسألة، باش أولا نقسمو الخطورة ديال الأشياء، ثانيا الحاجيات ديالنا تولي ما معرضاش للخطر بحال اللي معرضه ليه الان، وكذلك ان المنطقه ديالنا ما تبقاش متلوثه بهذا الشيء، لان اخذت حصتها وبالزياده فيما يخص التلوث منذ الستينات لما تصنع هذا المصنع، لانه كانت في ذاك الوقت اكراهات، وكانت يعني لو ترونسبور ديال ذاك البترول المادة خام، كانت التقنيات ما كتسمحش، لا تكنولوجي ما كتسمحش انك تديه في الانابيب وتبعد من البحر، بمعنى ان لان الميناء كيجيو له لي بترولي وخص ذاك الشحن ما يبعدش من المصنع، ولهذا كان اختاروا هذه المنطقة باش يعملوا فيها. اليوم التكنولوجيا تقدمت، وخير دليل ان البترول كيتخوى في المحمدية وكيمشي 350 كيلومتر ولا ما عرفت شحال كاين ما بين المحمدية وسيدي قاسم، كيمشي يعني التكنولوجي تقدمت بزاف، كيمكن له يمشي حتى 1000 كيلومتر. كاين انبوب الغاز غادي من الجزائر وكيمر على المغرب وغادي لاوروبا، يعني لا تكنولوجي تري افونسي لواحد الدرجه انه اليوم ما بقاش مشكل. اذا نمشيو ونديروا جوج مصانع صغيره ونديروها في واحد المنطقه في وسط الغابه ولا في وسط شي حاجه، ونجيبوا الانبوب
من اي ميناء يكون قريب واحد 100 ولا 200 كيلومتر، هذا ما بقاش مشكل اليوم باش نخفوا على الساكنه ديال المحمديه، لانه المحمديه والدار البيضاء راهم تقريبا تلاقى الرباط والدار البيضاء غيتلاقاو. يعني الا مشيتوا مع الطريق الساحلي من المحمديه حتى للصخيرات او بوزنيقه راكم كتشاهدوا العمارات باستمرار على ضفه البحر، وعاوتاني كذلك من الطريق الفوقانيه الطريق الوطنيه رقم واحد كلها ولات يعني كتبقى غادي غير في وسط المدن حتى لمدينه الرباط. ولهذا التقدم المعماري وهذا النمو الديموغرافي كيحتم علينا ان هذا المصنع ولو ما كانتش عنده هذه المشكله الخطيره ديال هذا الافلاس اللي تعرض ليه، كان خصو انا الاوان انه يتهز من هذه المنطقه ويبعد منها، لان مدينه المحمديه تعاني من هذا المشكل واحد يعني واحد تكرفيصه كبيره، مع العلم ان المحمديه معروفه بمدينه الزهور، ولكن ما بقاو زهور. انتم كتشوفوا الحاله كي دايره. احنا كنطلبوا وكنتمناو ان الحزب ديالنا انه يفوز بواحد الاغلبيه مريحه باش يمكن له يدافع على جميع هاد المسائل اللي تكلمنا عليها محليا، ولكن اللي غنبلوروها داخل البرنامج ديالنا اللي هو كاين وفيه هادشي كلشي. كذلك حنا كنتمناو داخل البرلمان اننا نشجعوا كذلك السياحه الجبليه، السياحه اللي هي داخل المغرب باش نتعشوا، لان راه ملي كتخرج بما يسمى بالمغرب النافع يعني من اسفي القنيطره او حتى لطنجه يعني عن الطريق الساحلي